إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشرع كثرة الحلف أم يترك الحلف يقول في الأمور العظيمة فقط؟ ما يكثر من الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف، لا تطع اللي دائما جعل الله بضاعته في الحديث: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم.